اليوم في اي تيك سوبكوم ينظم الفورم انويل نتاعو تحت شعار اي ريفوليوشن. مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي في رانديفو جديد في اي تيك. نحكيو فيه كالعادة تكنولوجيا، كل ما يخص اخبار لي سمارتفون لي تابلت الانترنت لي ريزو سوسيو لي ابليكاسيون اي لي ايفينمون اللي يصيروا في تونس، تلقاوهم كل اربعاء وسبت في اي تيك. اليوم باش نبداو من ليفينمون اللي حكيت لكم عليه الحلقه اللي فاتت، هو لو فوروم انويل نتاع سوبكوم اللي يرجع لنا السنه في دورته 15، واحد من ابرز لي ايفينمون اللي يصيروا في الجامعات التونسيه كل عام. الكاميرا نتاع اي تيك كانت حاضره غادي وعملت لكم ريبورت. نهار الاربعاء 10 ديسمبر، المهتمين بالاتصالات الكل عينيهم توجهت نحو سوبكوم في البول تكنولوجيك الغزاله، وين نظمت الجامعه هذه المنتدى السنوي نتاعها عدد 15. لو فوروم انويل نتاع سوبكوم ولا تقليد من التقاليد نتاع الجامعه، واللي تخصصوا كل عام للحديث على تيم معين. السنه الشعار هو اي ريفوليوشن، وتقسم على ثلاثه محاور اساسيه: انترنت اوف ثينكس، بيج داتا، وكلاود كومبيوتينج. تروا سيسيون في كل واحده منهم تحطوا دي سبيسياليست على التطورات اللي تعرفها المجالات هذه. ستين مانيفستاسيون انويل تصير كل عام، وكل عام نختاروا اون تيماتيك بيان ديتيرميني، ولو بوت نتاع الفوروم سي لوفيرتور دو ليكول سور سون انفيرونمون اندستريال pour mieux écouter les industriels. Les industriels sont là, qui me chauffent avec des stands, alors une vingtaine de sociétés dans les domaines d'éthique, pour donner la possibilité aux étudiants de chercher des stages, des projets de fin d'études, des grands projets avec eux. La thématique e-revolution, alors tout ce qui est cloud computing, big data et Internet of Things, la technologie, elles sont très porteuses dans les années qui vont venir. Où c'est intéressant manette d'informer les étudiants à l'évolution, et c'est intéressant manette peut-être de Sipcom manette suit l'avancement de la technologie. ليفينمون مثل الفرصة زادة للشركات التكنولوجية هذه باش تكون حاضرة في الجامعة قريب للإتيديون وتقدم لهم لي سوليسيون جدد نتاعها، وين شفنا زادة الخدمة نتاع الطلبة نتاع سوبكوم. وعلى هامش الأجواء هذه الكل، تم إمضاء مجموعة من الاتفاقيات بين سوبكوم وشركات فاعلة في المجال التكنولوجي في تونس. لي كونفونسيون هذوما يدخلوا في استراتيجية المكتب لوفيرتور دو ليكول سور سون انفيرونمون، كي تري تري امبورتون. Que nous sommes en train de travailler allez, depuis longtemps. Récemment, hier, on a signé une convention avec la BIAT. Il y a une question qui se pose, la BIAT du télécom, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix qu'aller vers ce qu'on appelle les technologies numériques. Alors, là, et on voit la convergence. Alors la BIAT, pour donner des stages à nos étudiants, des projets de fin d'études, pour travailler des projets au sein de l'école, alors tout ça c'est très important. اليوم الصباح انا سيني دي كونفونسيون مع ساجيمكوم. ساجيمكوم كي تريز انتريسي دو ترافاي افيك نو دي كونفونسيون بور افوار دي ستاج كيف كيف او دي بي اف او اي ميم مانيتا بور كو ساجيم لي اكسبير دو ساجيمكوم انترفيان او سان دو نوتر فورماسيون. Et nos étudiants se déplacent pour faire des TP et des TD sur leur plateforme là-bas à Sagem. On a signé une convention avec Sandgard aussi, qui est très importante, cette convention. On va signer tout de suite une convention avec Jet Wireless. Il y a une convention avec IBM. Habina, on la signe aujourd'hui, mais malheureusement le DG n'est pas là. On l'a repoussé vers le mardi prochain. في العشية البرنامج جمل زادة اون تابل روند على الفرص والصعوبات في خلق ان ايكوسيستيم يعتمد على البيك داتا وتكنولوجية الكلاود كومبيوتينج، مع مجموعة أخرى من الوركشوب، وفات على إثرها دورة جديدة من الفوروم انويل متاع سوبكوم، دورة تميزت بثرائها من حيث المحتوى والضيوف والمواضيع اللي تم التطرق لهم. حضور قوي لسوبكوم الجمعة هذه، كسوا في الهاكاتون تاع اي بي ام اللي ربحته الأيامات اللي فاتت، وإلا في الفوروم انويل نتاعها اللي انتظم نهار الأربعاء اللي فات، وإلا زاد في ايفينمون يخص السلامة المعلوماتية تم تنظيمه نهار الأحد واثنين اللي فاتوا. شنو الايفينمون هذايا اللي صار في قمرت ولشنو يهدف؟ تابعوا معنا الروبورتاج. احتضنت تونس ملتقى علمي دولي يخص السلامة المعلوماتية اسمه لا فاليداسيون اوتوماتيك دي سيستيم انفورماتيك. الملتقى هذا انعقد في قمرت ايام الاحد واثنين اللي فاتوا. ايفينمون جمع 15 كونفيرونسيي وبروفيسور وشيرشور من برشا دول اوروبيه واسيويه وامريكيه. سهرت على تنظيمه الجمعيه التونسيه للسلامه الرقميه.
ينعقد هذا الملتقى الدولي وموضوع التدقيق الآلي للمنظومات المعلوماتية ببادرة من الجمعية التونسية للسلامة الرقمية بالتعاون مع جامعة تسوكوبا اليابانية، جامعة مانشستر البريطانية، وجامعة جوهانس كيبلر لينز من النمسا. الملتقى هذا يقدم آخر الأبحاث حول التدقيق الآلي للمنظومات المعلوماتية للتأكد من سلامتها وخلوها من الأخطاء. وفي تونس حققنا والحمد لله في السنوات الأخيرة العديد من التطبيقات والابتكارات في هذا المجال، وسجلنا البعض في كبراءات اختراع على نطاق وطني ودولي، ونشرنا البعض الآخر في أهم النشريات العلمية العالمية المفارسة. هي مبادرة باهية من الجمعية التونسية للسلامة الرقمية أنه يتنظم ملتقى دولي للحديث على موضوع دقيق ياسر يخص للسيستم انفورماتيك. أولاً لأنه الكاليتي متاع الكونفرنسيي والضيوف كانت كاليتي عالية ياسر، وثانياً زادة لإبراز القدرة متاع الكفاءات التونسية أنها تكون منافسة وحاضرة بقوة في مجال كما هكذا.